جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، لعله من المناسب شيخ صالح أن تتفضلوا بتذكير عباد الله بالآيات التي تحث على الدعاء. كما أوردنا من الآيتين الكريمتين: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قوله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأثنى على أنبيائه فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فالآيات في هذا كثير تحث على الدعاء وترغب فيه وتبين أنه من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من شيء من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء ورغب فيه وبين الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء أكثر من غيرها. كل ذلك حث منه صلى الله عليه وسلم على دعاء الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه. نعم.